اهلا بحضراتكم مره تانية ومبروك للزمالك. ماتش الارقام مهمه جدا في علم التدريب وفي كره القدم. معايا فاروق ملك الارقام والاحصائيات. فاروق منورني. مساء الفل يا ميدو، قول لي بقى انت استعرض لي. انا مبروك ليك الاول. الله يبارك فيك. استعرض لي بقى احصائيات المباراه اللي ممكن من خلالها نعرف حاجات كتيره جدا عن المباراه. الحقيقه الاحصائيات النهارده هتوري لنا وجه مهم جدا في كره القدم. النتيجه 3-1 وكان ممكن تبقى 4-1، لكن الاحصائيات بتقول غير كده تماما، وده هيوضح الفارق ما بين الشوطين. الشوط ما يهمناش برضه بالظبط. الشوط اللي امتلكه الرجاء لكن لم يحسن استغلال سيطرته على الشوط الاول، ولم يحسن استغلال الاداء المميز جدا لخط وسطه لانه كان عنده مشكله حقيقيه في خط الهجوم. الرجاء رغم ان عنده عناصر كويسه، حفيظ وسفيان رحيمي ومالانجو لعيب قوي ولعيب اجريسيف ولعيب متعب جدا لاي خط دفاع، لكنه مش منتج، لعيب مش منتج. ولكن العكس في الزمالك للامانه. الزمالك حتى لما بيعمل ماتشات مش في احسن حال عنده الحقيقه يعني خط هجوم فعال باختصار. هنشوف طبعا الاحصائيات قدامنا، هنلاقي ان التسديدات فيها تقارب شديد جدا 14-13، التسديدات على المرمى 9-4، الاستحواذ بقى هنا اللي النقطه اللي بنتكلم عليها، الاستحواذ 59 للرجاء 41، لان حتى لما الزمالك استحوذ على الكوره في يعني حتى لما الزمالك كان الافضل في الشوط الثاني ما كانش بنفس درجه الاستحواذ بتاعه الرجاء. الزمالك كان بينقل الهجمه بشكل اسرع، ما كانش بيحضر كتير. التمريرات برضو بتوضح ده، 526 تمريره للرجاء 373 للزمالك. التمريرات الصحيحه 82% الرجاء 79% الزمالك. الركنيات 4-3. الفرص الخطيرة 0 للرجاء و3 للزمالك، وده بقى دي واحدة من الحاجات اللي توضح جدا أو تختصر اللي احنا كنا بنتكلم عنه، إن الرجاء بكل سيطرته وبكل الضغط الكبير اللي ضغط بيه الزمالك في أول في الشوط الأول وكمان أول 15 دقايق في الشوط الثاني، لكن ما كانش فيه ولا فرصة خطيرة باستثناء الكورة اللي شالها أبو جبل، ودي ما كانتش حتى يعني ما كانتش ما كان بالظبط يعني كانت كورة ما تصنفش. حتى الهدف اللي دخل ديفليكشن، الهدف حتى الهدف بالظبط، حتى الهدف خبطت في عبد الله جمعة. ده يوضح ان الرجاء فعلا عندهم مشكله كبيره جدا في الخط الهجومي، ومش بس عناصر الخط الهجومي يا ميدو، لكن كمان عندهم مشكله فعلا. جمال السلامي عنده مشكله كبيره جدا، وحتى بعض الاصدقاء في المغرب اتكلموا معايا بعد الماتش ان دايما جمال السلامي مشهور بده، لا يحسن اداره الشوط الثاني في المباراه ولا يحسن استغلال سيطره فريقه، دايما عنده مشكله في النص ساعه او في الشوط الثاني من معظم المباريات اللي هو انا في رايي يا فاروق ان هو عمل بدا المباراه بتشكيل هايل وباسلوب لعب هايل. طبعا الزمالك ساعده في حاجات كتيره، لكن الراجل ده كابتن جمال السلام لو كان بعد ما جاب الجول ما ردش ولعب بنفس الاسلوب، انا بقول لك ان الرجاء كان هيطلع الزمالك بالبطوله. غلطه بيعملها كتير جدا، هو رد فعله بعد الهدف، وهو ده كان الجيم بلان بتاعه، ان هو بقى يحرز هدف ايا كان امتى وبعد الهدف يرد ويبتدي يشتغل على المرتدات. الزمالك عنده لعيبه لو سبت لهم الاستحواذ هي هي هيعمل لك مشاكل كتيره جدا. لو هو كان كمل الضغط بتاعه وال20 ياردة اللي هو نزلهم دول سقطهم بالفريق ككل ما نزلهمش، كان هيعمل مشاكل كبيره جدا للزمالك. طبعا انا لحسن الحظ الزمالك بقى الحمد لله ان هو فكر كده يعني. ادارته السيئه دي برضو باقي الاحصائيات معانا. الكرات الطوليه 53 الرجاء 57 الزمالك، العرضيات 17-18، المراوغات هنا رقم مهم جدا 5-16، لكن المراوغات الصحيحه 3 للزمالك و3 للرجاء. الزمالك كان فيه محاولات كتيره جدا للمراوغه، وده يوضح برضو ان بعض اللاعبين خاصه في الشوط الاول ما كانوش في حالهم تماما يعني. معظم نجوم الزمالك في الشوط الاول ما كانوش في حالتهم، 16 محاوله مراوغه لكل نجوم الزمالك، 3 بس اللي كانوا محاولات صحيحه، في الوقت ان الرجاء 3 محاولات مراوغه صحيحه من 5 محاولات، لان الرجاء كان بيلعب بشكل جماعي اكتر خصوصا في الشوط الاول، فبالتالي اللعيبه ما كانتش بتحاول انها تمر بشكل فردي كتير. طبعا الاخطاء 13-11، الانذارات 1-2، والكروت الحمراء مفيش. الاحصائيه برضو الحمد لله كمان يعني برضو واحده من اهم مكاسب المباراه ان الزمالك ما عندوش غيابات في الفاينل للايقافات، ان طارق حامد ومصطفى محمد وابو جبل الثلاثه الحمد لله ما حصلوش على انذارات. ثلاث لعيبه مهمين جدا طبعا. جدا وكل جماهير الزمالك كان ايديهم على قلبهم طبعا. لان خساره اي لاعب منهم مع احترامنا طبعا للبودر، لكن صعب يتعوضوا يعني ثلاثه صعب يتعوضوا. هنشوف برضو بعض الارقام الفرديه للاعبين في الزمالك والرجاء. فرجان الحقيقه النهارده رغم انه الشوط الاول تقريبا ما كانش موجود، لكن قيمه اللاعب الكبير ميدو، قيمه الكاركتر، اللاعب اللي عنده شخصيه اللي ممكن في شوط او في نص شوط يعمل فارق، ان هو سجل هدف وصنع هدف، وحتى الجول اللي اتلغى كان هو اللي صنعه. يعني تخيل لاعب في الشوط الاول كنا بنقول ان هو من اقل اللاعبين في المباراه، وكان البعض بيلوم المدير الفني برضو إن هو توقيت الهدف والرده
اللي عملها جمال السلامي هي اللي اظهرت فرجاني بالشكل ده. صحيح، هي اللي خلته خلاص بقى بيلعب الجيم بتاعه بالظبط. الفرجاني تقريبا لغايه الجول الاول للرجاء تقريبا كان فعلا واحد من اكتر اللاعبين اللي مش ظاهرين في المباراه، سجل هدف، صنع هدف، 45 تمريره منهم 32 تمريره صحيحه بنسبه 71%، فرص خطيره مصنوعه 2، تسديدات على المرمى 2. جاب جول حلو قوي قوي جدا جدا. وان لاعب هو مش صانع لعب صريح، هو النهارده صحيح كان قدام الاثنين لكن هو مش صانع لعب صريح، هو لاعب 8، وبالتالي بنتكلم عن لاعب صنع فرصتين وسدد على المرمى مرتين، بجانب كمان مجهود كويس انه قطع الكره 4 مرات. فرغم انه في وقت قصير قدر فرجاني ان هو يعمل مباراته الخاصه، عمل مباراه خاصه بيه في وقت قصير، قدر ان هو يكون من نجوم المباراه تقريبا في 30 دقيقه. اشرف بن شرقي الحقيقه الفاكهه بتاعه الزمالك، لاعب مهم جدا جدا ولاعيب عنده شخصيه يا ميدو، ولاعيب يقدر يقلب الماتش في اي لحظه. لو التحول اللي حصل بعد ما الرجاء رجع، لو نفتكر الماتش ده كان الليدر بتاعه اشرف بن شرقي، وتوقع الشخصي انا ان هو اتحرك من نفسه، ان هو لما حس ان الزمالك متاخر وبيلعب بطريقه الى حد ما سلبيه شويه في الشوط الاول، انا متاكد ان اشرف بن شرقي وساسي زقوا، اتحرم احترام طبعا لباتشيكو كمدير فني، لكن هم اتحركوا من نفسهم. صنع هدف، 44 تمريره منهم 35 صحيحه بنسبه 80%، ست محاولات مراوغه منهم واحده صحيحه. ده اللي كنا بنتكلم عنه، انه في الشوط الاول كانت الكره مش ماشيه شويه مع نجوم الزمالك. وعندنا برضو اخر حد زيزو طبعا من نجوم الزمالك، صنع هدف النهارده. بنتكلم ان كل الخط الهجومي للزمالك ميدو يسجل، صنع لعيب بصراحه، لعيب تكتيكي بتصرف يعني الكره صح، بتاسس صح. بالظبط، برافو يا ميدو، دي نقطه مهمه جدا، ان هو لعيب بيعرف يجري امتى وبيعرف يباصي امتى وعنده باور بالدرجه، وواضح انه بيدرب كويس. طبعا زيزو يا جماعه مدرسه جي ام جي، المدرسه اللي اسسها ماجد سامي، مش اسسها ماجد سامي يعني، هي بتاعت جون مارك في كوديفوار، كان مؤسسها في كوديفوار، اللي خرج منها لعيبه كتير زي ايا توري ولعيبه كتير من كوديفوار، وخد تجارب بدري، راح ناسيونال الماديرا في البرتغال وراح هو من نفس المدرسه دي، وماجد سامي جاب المدرسه دي حطوها الاولاد دول في العين السخنه واشتغل بيهم، اللي هو زيزو وهلال وعبد العاطي ولعيب حافظ ومعظمهم خرجوا. لكن صحيح، زيزو هو اكثرهم تطورا واكثرهم انه عنده شخصيه لعيب كبير، ولعيب فعلا استفاد من تجربته الاوروبيه. هم خلي بالك كلهم عندهم شخصيه كبيره جدا، هلال وعبد العاطي وكريم، وكلهم عندهم شخصيه ما بيخافوش، بيلعبوا كوره، لعيب كوره جامده جدا. كان زيزو اقوام بدنيا اول حاجه، ودي نقطه فرق اكتر. صحيح، بكتير، وان هو استفاد من خبراته في اللعب في اوروبا زي ما انت بتقول بشكل اكبر. فاروق بشكرك، شكرا لك، ارقام مهمه جدا في عالم فعلا كرة القدم، لذلك كنا عايزين نستفيد من الأرقام والإحصائيات اللي انت قدمتها لنا، فبشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا ميدو، أتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا